السلام عليكم، معكم إبراهيم سالم. وفي سلسلة الفيديوهات دي هنفرد كورس كامل عن الإلكتروثيرابي. الإلكتروثيرابي ده بارت مهم جدا من العلاج الطبيعي. هنحاول نركز على أهم الديفايسز أو الموداليتيز اللي احنا بنستخدمها في الإلكتروثيرابي، وهيبقى كل الشرح بتاعنا مركز في الأساس على البراكتيكال بارت. في الكورس ده هنتعرف ليه الالكتروثيرابي ده برانش من الفيزيكال ثيرابي، هنتعرف ازاي ان احنا نعمل هاو تو ديسكرايب افري موداليتيز، والموداليتي دي ممكن تكون تايب من الانرجي، ممكن تكون الكتريكال انرجي، ممكن تكون الكتريكال انرجي حولناها لاذر تايبس اوف انرجي بنستخدمها فور ثيرابيوتيك بيربوس. عشان نعرف ايه هو الالكتروثيرابي، تعال نسأل نفسنا سؤال: ايه اصلا الفيزيكال ثيرابي؟ فيزيكال ثيرابي يعني العلاج الطبيعي او العلاج الفيزيائي. فيزيكال جاي من فيزيكس، والفيزيكس هي التراديشنال فيزيكس. لما نيجي نوصف التراديشنال فيزيكس نتكلم فيها عن الفيزياء الحركة الموشن، او فيزياء الموائع الهيدروليكس، او فيزياء الكهرباء نفسها الالكتريسيتي فيزيكس. من الموشن او فيزياء الحركه بنستخدمها في العلاج الطبيعي زي الثيرابيوتيك اكسرسايزز بانواعها. ثيرابيوتيك اكسرسايزز سواء كان سترينثنينج مثلا، فور اكزامبل ستريتشنج، طبعا سترينث بانواعه، باسيف موفمنت، وكمان المانيوال ثيرابي، الموبيلايزيشن مانيبيليشن، حتى الثيرابيوتيك سوفت تيشو مساج. اوكي، ده بالنسبة للموشن. نستخدم الموشن كبارت من الفيزيكس في العلاج الطبيعي. الهيدروليكس، وأشهر مثال عليها الهيدروثيرابي. والهيدروثيرابي هو برانش مهم جدا من العلاج الطبيعي، فبنلاقيه موجود في كل التخصصات سواء كان نيورولوجي، أورثوبيديكس، حتى البيدياتريكس. وبالنسبة للإلكتريسيتي خدنا منها الإلكتروثيرابي، وهو ده التوبيك اللي احنا هنتكلم عنه. طيب، كلمة الكتروثيرابي جاية من ايه؟ الكترو يعني الكتريسيتي ببساطة، ثيرابي يعني علاج، يعني بنستخدم الكتريسيتي في العلاج. In general بنستخدم الكتريسيتي في العلاج بحيث اننا generally to relieve the pain, to improve the muscle power, to decrease the swelling, to improve soft tissue mobility, to enhance the healing. طبعا كل الـ uses أو الـ indications of electrotherapy modalities زي ما تعرف كلها بتتمحور على الـ relieving the pain, improve the muscle power, improve the soft tissue mobility, and decrease the swelling, and improve أو enhance الـ healing. الكهرباء إحنا اللي هي موجودة عندنا في البيت بناخد الكهرباء من السورس بتاعها، اللي هو تقريبا الفريكوانسي بتاعته تتراوح من 50 ل 60 هرتز، وبعدين بتدخلها جوه جهاز. الجهاز ده بعد كده ممكن ياخد الالكتريكال انرجي دي يحولها لنفس الالكتريكال انرجي، بس تبقى يعني موديفايد، تبقى مناسبه للعلاج، او يحولها لاذر تايبس اوف انرجي. اوكي، ممكن الطاقة نفسها نستغلها اللي هي الطاقة الكهربائية electrical energy، زي مثال عليها مثلا، طبعا احنا بنعمل electrical energy دي modification، بنغير مثلا في التردد، في شدة التيار، في شكل الويفز اللي بنستخدمها، وبالتالي بنبدأ نطلع ويفز تانية او electrical energy تانية suitable for treatment، زي مثال عليها زي التنس والفرادك والنيوروماسكولار electrical nerve stimulation والديناميك current والانترفرنشال كارنت والراشن كارنت. ممكن الالكتريكال انرجي نحولها لاذر تايب اوف انرجي، لثيرمال انرجي، طاقه حراريه. الطاقه الحراريه دي ممكن تكون حاجه سخنه او حاجه ساقعه، يعني مثلا عندك المكوى مثلا بنحول الالكتريكال انرجي لهيت، انما الثلاجه مثلا، الثلاجه او الديب فريزر، بنحول الالكتريكال انرجي لحاجه ساقعه. ففي كلا الاحوال سواء كانت ثيرموثيرابي او كريوثيرابي، كريوثيرابي يعني علاج بالبروده او بالتبريد، دي برضو من ضمن الموداليتيز اللي بنستخدمها في العلاج. ممكن نحول الكتريكال انرجي لميكانيكال انرجي، يعني لا طاقه حركيه،
وأشهر مثال عليها الألترا ساوند، وده هنشرحه بالتفصيل وهنفهم ليه الألترا ساوند إذا ميكانيكال إنرجي، وكمان الانترميتنت كومبريشن. وببساطة الانترميتنت كومبريشن ده عبارة عن جهاز، الجهاز دي في مضخة أو بامب، يعني في زي مطور، المطور ده بيضخ الهواء في تيوب، تمام، في التيوب دي، تمام. التيوب دي بعد كده بتضخ الهواء جوه السليفز. السليفز دي عباره زي كم كده البيشنت بيلبسه، البيشنت اللي عنده ايديما زي الانفيديما، بيبدا بقى ايه لما بيضخ الهواء جواها بيعمل كومبريشن على الايديما، والكومبريشن ده انترميتنت، يعني جوه السليفز دي في زي شامبرز كده، تمام، بتتملي هواء وبعدين اللي بعدها تتملي هواء وبعدين دي تفضى وبعدين دي تتملي هواء، فكل واحده تعمل كومبريشن ودي كومبريشن بحيث ان هو يعمل درينج للإديمة. الكهرباء كمان ممكن نحولها لنوع تاني من الطاقة وهو الإلكترومغنيتيك إنرجي. وأشهر مثال عليها الإنفراريد والألتروفايلوت والشورت ويف والمايكروويف. دي كده أشهر موداليتيز هنتعرف عليها في خلال الكورس ده. وزي ما انت شايف كده احنا بنكرر كلمة موداليتيز. موداليتيز دي ممكن تقول زي تولز او ديفايسز، كل موداليتي من دي بنستخدمها في العلاج. طبعا زي ما نتعرف بعد كده احنا المفروض عشان نبقى ماشيين بشكل منظم لازم نبقى ماشيين بستيبس معينة او بوينتس معينة نتكلم فيها انتو هاو تو ديسكرايب ايتش موداليتي.